بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الإيماني المتجدد سائلا المولى جل جلاله أن تكون في خير وستر وعافية. معاشر الكرام، عنوان هذا اللقاء صلة الرحم في رمضان. أيها الإخوة الكرام، لنا وقفة صغيرة مع عنواننا لهذا اللقاء. صلة الرحم في رمضان. صلة الرحم عمل صالح وشعبة من شعب الإيمان العظيمة وهي عظيمه عظيمه في كل زمان وفي كل مكان ولكن لماذا رمضان رمضان ايها الاحبه شهر اليقظه واليقظه هي اول منازل السائرين اول صفات المنطلقين الى طريق الله جل جلاله قد عرف ابن القيم رحمه الله عليه اليقظه فقال هي روعه الانتباه هي انزعاج القلب لروعه الانتباه من رقدة الغافلين، من رقدة الغافلين، الغفلة عباد الله قد يكون سببها زمنياً وقد يكون سببها مكانياً والمقصود بالمكان البيئة فأما الزمان فإن الزمان إذا طال على القلب فإن الغفلة فيه تستمكن وتحلك ظلمتها عليه، فينسى العبد ذنوبه، ينسى سيئاته، ينسى ماضيه وتاريخه. والغفله ايضا قد تنسي الانسان تنسيه الانشغال بما ينفعه في وقته وبما يصلحه ويصلح قلبه. وهاتان الغفلتان اذا اتحدتا فانه ينشأ عنهما غفلة مرة خطيرة وهي الغفلة عما خلق له الانسان، الغفلة عن حقيقة وجوده، الغفلة عن الغاية من وجوده، الغفلة عن الاستزادة الاستزادة من الخير عباد الله. أما الوقفة الأخرى فإن رمضان هو شهر الفوز، شهر المسارعة، شهر المسابقة. فكانت هذه الكلمة حقيقة من أهم ما يجب أن يذكر ويذكر به الإنسان المسلم وقد قال جل وعلا: "وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين" نتكلم في هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام أولا عن الرحم، ما هي الرحم؟ ومن هم الأرحام؟ ثانيا نتكلم لماذا نصل الرحم؟ ونتكلم بعد ذلك واخيرا كيف نصل كيف نصل الرحم. اما الرحم ايها الاخوه الكرام فهي قرابه الانسان من جهه ابيه وامه فكل قريب سواء كان وارثا او غير وارث سواء كان محرما او غير محرم فانه من الارحام وان كانوا يختلفون قوه وضعفا. نعم. ثانيا عباد الله، لماذا نصل الرحم؟ سؤال عظيم، سؤال كبير معاشر الإخوة الكرام. أول باعث ودافع لنصل أرحامنا هو أمر الله جل جلاله. دافع التعبد، دافع الإيمان، دافع التوحيد. لقد أمر الله جل جلاله بصلة بصلة الرحم جل جلاله. بل جعلها قرينه التقوى فقال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اي اتقوا الله بان تعملوا باوامره، واتقوا الله بان تتركوا معصيه، واتقوا الارحام ان تقطعوها، واتقوا الارحام ان ان تقطعوها، فكانت الارحام وكانت صله الرحم قرينه التقوى. فهي ايضا قرينه الايمان. قد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما أحب الأعمال إلى الله جل جلاله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله قال ثم ماذا؟ قال صلة صلة الأرحام فكانت صلة الرحم قرينة الإيمان كما أنها قرينة التقوى. ثاني الدوافع لصلة الأرحام معاشر الإخوة الكرام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، وتحليه صلى الله عليه وسلم وتخلقه بها، فقد كانت صله الرحم من الشمائل المحمديه، ومن الخصال النبويه، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول او من اوائل ما امر الله به ودعا، ما امر به ودعا اليه هو صله صلة الأرحام ولهذا لما سأل عظيم الروم عظيم الروم هرقل لما سأل أبا سفيان ماذا إلى ماذا يدعوكم محمد فقال أبو سفيان يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمرنا بالصلاة ويأمرنا بالصدق والعفاف وصلة وصلة الأرحام نعم إذا كانت من اخلاق النبوه بل دعا اليها صلى الله عليه وسلم وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل فليصل رحمه، فهي سنه متبعه وخصله محمديه، بل نقف هنا ايها الاخوه الكرام مع هده صلى الله عليه وسلم مع ارحامه. فان النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما مر به من ايام سوداء مع عشيرته وأقاربه وقومه فإنهم ضربوه وشتموه وطردوه وأخرجوه من موطنه ومن أحب الأماكن إليه مع ذلك يدخل صلى الله عليه وسلم عام الفتح ومعه عشرة آلاف من السيوف المتوهجه يدخل صلى الله عليه وسلم متواضعا فيخاطب في قرابته وينظر إليهم وهم خائفون فيقول لهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء كان هناك رجل يسمى أبا سفيان ابن الحارث وهو غير أبا سفيان ابن حرب هذا الرجل خرج بأطفاله وزوجته فارا من مكة لما انتصر المسلمون قابله علي رضي الله عنه فقال له ما تصنع يا أبا سفيان وإلى أين أنت ذاهب فقال اني فار من محمد لئن ادركني ليقطعني اربا اربا وكان ممن شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاداه وحاربه محاربه شديده فقال له علي رضي الله عنه اما عرفت محمدا صلى الله عليه وسلم اما علمت انه قد عفى عن القريب اما علمت انه قد وصل رحمه وقد عفى عمن ظلمه اذهب اليه وادخل عليه وقل تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين فجاءه ابو سفيان ووقف عند بابه مع مع صغاره فقال له ذلك القول تالله لقد اثرك الله علينا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى وعفى عنه وقال له ما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم وهو أرحم الراحمين نصل أرحمنا معاشر الكرام لأن في صلة الرحم صلة بالله جل جلاله يقول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحم وخلق لها شجنة فهي متمسكة بالعرش لها لسان طلق ذلق تقول وتدعو: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول جل جلاله: أنا الرحمن الرحيم، أنا الرحمن الرحيم، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. أيها الإخوة الكرام، ونصل الرحم أيضاً لأن في صلة الرحم إصلاح في الأرض، إصلاح للمجتمع، يقول جل جلاله: والذين والذين يقطعون ما أمر الله قل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فجعل قطيعة الرحم من الإفساد من الإفساد في الأرض والله جل جلاله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها من أعظم أسباب صلاح المجتمع صلة الأرحام صلة الأرحام صلة الأسرة بالأسرة صلة العم لابن اخيه، وصلة الخال لابن لابن اخته، وصلة الاخت لاختها، وصلة الابن لابيه. نعم، ونصل الرحم اخواني الكرام، لان فيها سبع، لان فيها سبب لرفع الاعمال الى الله جل جلاله. انها سبب لحصول المغفرة، انها سبب لحصول العفو والرحمة من الله جل جل جلاله. لقد جاء في حديث نبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر لكل مؤمن كل يوم خميس إلا قاطع الرحم فيقال فيه أنظر أنظر هذا حتى يصل حتى يصل رحمه سادسا إخواني الكرام نصل أرحامنا لأن صلة الرحم سبب لدخول الجنة فإن الرحم سبب لدخول الجنة كما أن قطيعة الرحم سبب لدخول لدخول النار وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنه لا يدخل الجنه قاطعه". سابعا عباد الله نصل ارحامنا لانها سبب لزياده الاعمار سبب لزياده الاعمار سبب لحصول الرزق، سبب لعماره الديار. يا من يا من تحتاج يا من تسال ربك الرزق. يا يا من تسأل الله جل جلاله عمارة عمارة بيتك، اسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: حسن الجوار وصلة الأرحام تعمران الديار وتزيدان في الأعمار، بل قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في في أثره فليصل فليصل رحمه. فكانت صلة الرحم سبب لخير الدنيا والآخرة أخيرا معاشر المشاهدين الكرام كيف نصل أرحامنا وهنا فقرتان بما نصل رحمنا ثانيا متى نصل رحمنا أما متى نصل رحمنا فإن ذلك يختلف باختلاف قرب الموصول وبعده القرب النسبي والقرب المكاني فيختلف ذو الارحام في ذلك قربا وبعدا فالقريب اولى من البعيد والنسيب القريب اولى من النسيب البعيد والقريب مكانا اولى من البعيد مكانا وكل يوصل كل يوصل بخير اما بماذا يتحقق او بماذا تتحقق صله الرحم اخواني الكرام فان ذلك ايضا يختلف بحسب قدرة الواصل وبحسب حاجة الموصول. يختلف ذلك أيضا إخواني الكرام بحسب درجة القرابة. يختلف أيضا باعتبار درجة الإحسان ويختلف أيضا باعتبار نوع الصلة. فهناك صلة قريبة وهناك صلة بعيدة. فالأم مثلا أحق الناس بالصلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر الناس يا رسول الله قال أمك ثم أمك ثم أمك قال ثم أبيك وبعد الأم والأبي تأتي قرابة الخؤولة الخالة أولى من العمة وهكذا يوصل الأعمام ويوصل العمات بعد الأخوال والخالات ويوصل أبناء هؤلاء وأبناء وأبناء هؤلاء وأيضا تختلف تختلف القرابة وكيفية الصلة باعتبار درجة باعتبار درجة الإحسان فيقسم العلماء الواصلين لأرحامهم إلى ثلاثة إلى ثلاثة أقسام واصل لرحم قطعت واصل لرحم قطعت واصل لرحم قطعت, واصل لرحم قطعت. وأسيء إليه مع القطيعة، وواصل لرحم وصلت له، فمن يصل رحماً وصلته فهو أدنى درجات أدنى درجات الصلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه رحمه وصلها". ثانياً: "من يصل رحماً قطعها" الموصول فهذا ايضا من صله الرحم الواجبه وثالثا صله رحم قطعت عنك واسيء اليك مع القطيعه وهي ارفع انواع ارفع انواع الصلاه عباد الله وقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واسيء احسن اليهم فيسيئون الي فقال صلى الله عليه وسلم ان كنت كما قلت فانه لا يزال معك من الله ظهير وانما تسفهم المله والمل هو الرمل الحار الرمل الحار كانك ترميهم بالخير ويرمونك بالشر فانت تسفهم المله فلك من الله عليهم سلطان ايضا تختلف درجة الصلة بنوعي بحسب نوع الصلة، ويذكر العلماء في ذلك أبواباً عديدة وأوجهاً كثيرة لصلة الرحم، فتوصل الرحم تارة بالمال فتواسيهم بمالك وتعينهم بمالك، وتارة تواسيهم بالزيارة، وتارة بالعيادة، ويذكر العلماء في ذلك أن أدنى مراتب صلة الرحم لابد ان يتحقق فيها اربع. اولها كف الاذى عن الموصول. كف الاذى عن الموصول. ثانيا الاتصال بهم ووصالهم ولو بالقول. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا ارحامكم ولو بي ولو بالسلام، صلوا ارحامكم ولو بالسلام. ثالثا بالنفقه عليهم ان كانوا من اهل النفقه وان كانوا ممن تلزمك نفقتهم كالاباء والامهات والابناء والبنات. رابعا واخيرا الدعاء لهم والاستغفار فهذه ادنى ادنى ما تصل به الارحام والدعاء والاستغفار معاشر المشاهدين من اعظم ما يقوي صله الرحم بين المسلمين ومن اعظم ما يذهب ما يذهب الحسد ويقوي العلاقة بين بين المتواصلين وبين الأقارب وذوي الأرحام هذا وأقول ختاما جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب تقبل الله صيامكم وقيامكم وطابت أيامكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته